يمارس لاعب واحد الضربة الساحقة في هذا التمرين، بينما يمارس الآخر الصد الدفاعي. يمارس اللاعبون تلك التمارين على نصف الملعب باستخدام سلسلة ثابتة من الضربات. يبدأ اللاعب الأول بلعب إرسال مرتفع، وينفذ اللاعب الثاني الضربة الساحقة. ينفذ اللاعب الأول الصد الدفاعي على الشبكة، بينما يضرب اللاعب الثاني الريشة على الشبكة، ويرفع اللاعب الأول الريشة مرة أخرى، ويتم تكرار هذا التسلسل.